شو أمر جنابك؟ خير لو سمح الله معلم حسن، أنا غلط معك بشي؟ لا، عداك العيب. دخلك أنت من إمتى حاطط عينك على أختي؟ الله يسامحك. جاوب خلصني. أنا من وقت ما وعيت على هالدنيا الله زرع حبها بقلبي. أيوة، هلأ دارت لي بحجة إنك من خدامة البيت فت على بيتنا وحطيت عينك على أختي يالي الأصل. اسمع، هذا الزلمة معتر ودرويش، بس بعمره لا كان ولا رح يكون لي الأصل. إلع من وشي، إلع من وشي ساعد الرجال، بلكي ربنا دخيل اسمه بيزرع فيك شوية أصل ورجولية. يلا